مقبرة. السلام عليكم دار قوم من أنتم السابق والله أقول أغفر الله لنا ولكم. أول يوم برمضان نحضر بعد صلاة تراويح. اليوم 10 رمضان 1444 هجرية السبت الموافق 1/4 أبريل 2023. متوفين تقريبا 10، في واحد منهم بعد شاب اسمه أحمد سيد سالم السيد أحمد الرفاعي من نغارية من حرام من سوريا رحمهم الله والجميع. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دار قوم السابقون أغفر الله لنا ولكم. شكرا لصباح الكرام الجميع. فيها مقبرة السابقات الشيخ عبد الله السالم، الشيخ صباح السالم، الشيخ جابر الأحمد، الشيخ عبد الله، الشيخ صباح الأحمد، الأمراء الكويت الخمسة، والشيخ أحمد جابر في مقبرة الصالحية، المجمع الصالحية والباجين متوزعين. وهني في ريادة ترقية أحمد سيد الفضالة أفضل سعيد، ويدة أبو حسين ومشيرة والوالد سيد هاشم الرفاعي وكل الناس الطيبين، وخال سيد حامد عليس اللي الرفاعي من كل مغرب اللي سبالة غزية خيم، محمد سيد عبد الله الرفاعي كلهم بالليل يعني وحشة. بس هي قدوتنا السيدة فاطمة الزهراء بنت نبينا شفيعنا طبعا محمد صلى الله عليه وسلم، دفنت بالليل زوجة سيدنا علي أمير المؤمنين كرم الله وجهه، وإحنا نكسب الذهب والقراريط. لا تحسبوا، لا كان نقول صحيح، لا تعدون على الله. شو ناس جاية من كل صوب، ناس رايحة هناك، الشوارع متعددة، وهي مقبرة كبيرة الصليب خط. يوم لا ينفع مال بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ناس ما يثبت، قلت الكويتين دعوم مرات مت وما انتبه من الدرب، يكشوف السيارات سيل سيل ساعة ساعتين ويختفي. مش الدور خلاص يا خلاص صبار محمد سامي سالم بده اختي عروس رعي السيد علي خطبان سيد السيد هاشم رفاعي دتنا نور الطبع والشيخ الرفاعي عبد الله بن سلام الحميد خطبان مدنا مريم وتاجر سحمد الرفاعي جارنا بسعود ونسيمه ان شاء الله الطيري وجيراننا كلهم الدواس الخضر الجبر النبهان كلهم الربيعان الفوتري الردي الفريج اللي ورانا الفرقود وللصيطي وكلهم خلصين خلصين ابو نادم رايب تسوقي في هوايد مدفونين ابو بدر عبد الله المطوع سيف الحجي اللي وراها المقبره الجعفريه. بس هذا هو وبعضهم يسمونه اللقاء الأخير هم عند أهل الله. لا إنهم يعني لاقين الله في كل وقت وحين. الفاتحة لروحهم جميعا. من الشيطان الرجيم. صمدية قل والله وحد الله الصمد وحد الله الصمد وحد الله الصمد وحد الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. دنيا دنيا كان الواد بالدرس يقول أربع علوية حداد ماليما يقول دنيا دنيا مصايبها كثيرة حشوها اشغال واعمال رايح وجاي صحيح.